يقول السائل: هناك من يقول أن ختم القرآن في صلاة القيام ودعاء ختم القرآن بدعة، فما ردكم عليه؟ لأنه لا يعرف البدعة، هو لأنه لا يعرف ضوابط البدعة. كل شيء عنده بدعة، اللي ما يعرفه يسميه بدعة. ختم القرآن هذا معروف عند السلف، ذكره الإمام أحمد، وأنه أدرك عليه أهل الحجاز وأهل، وعمل به الإمام أحمد، وصلى خلف الإمام وأمن على دعائه كما ذكر ذلك صاحب المغني. فهل للمسلمون على بدعة إلى ما جاء الشخص هذا وتنبه وقال تراكم على بدعة؟ يعني كل المسلمين من عهد الإمام أحمد أو قبله كانوا على بدعة حتى جاء الشخص هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يجب عليه أنه يتعلم أول قبل يتكلم. لا يجوز الإنسان يتكلم قبل أن يتعلم. نعم.